السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي هدرب الذكاء الصناعي. هديله بعض الصور، هصورها قدامكم وبعد كده هخليه هو يبدأ يتعرف عليها مع نفسه. تمام، خلينا نبدأ مشروع جديد. هو بيقول ان فيه ابديت. طيب هقول له امبورت كاميرا. تمام، دلوقتي هقول له هنا نو كوفي. تمام، وهبدأ اصور شوية صور. على فكرة لو الخلفية بتاعتي ما فيهاش اي حاجة بتدي له طاقة اكتر او بتدي له قوة اكتر، لان هو هيركز على الصورة بتاعتي. يعني لو الخلفية هنا كلها لون واحد وهكذا ما فيش شباك هتبقى مناسبة. طيب هبدأ اخد صور، مفيش تشبيه كده كأننا في السجن. أربعة وأربعين صورة. طيب هقول له دان وأبدأ أخد صور تانية. امبورت كاميرا، كأن أنا بشرب قهوة. هاجي هنا وأقول له دي كوفي. تمام، وهبدأ أخد الصور كده. وهو هيدرس الفرق بين الصورتين ويبدأ ان هو يحدد الفرق. يعني ممكن تبقى في صور قطط وكلاب، صور اسود، صور كذا. تمام، هقول له done. تمام، هو خلي بالك في التريننج هيبدأ يشوف الصور كلها ويبدأ يعرف فين، يعني يبدأ بقى هو يميز بينهم ويبدأ يعرف ايه القاعدة اللي من خلالها يقدر يفرق بينهم. نسبة الخطأ حتى الآن بتقل كل شوية. يعني هو بيبدأ مثلا يديله صورتين ويبدأ يخليه يفهم الفرق امتى ده كوفي وامتى ده غير كوفي، بحيث ان انا لو صور صورة جديدة هو يبقى من نفسه يقدر يميزها دي كوفي ولا ان كوفي. هو كان شايف ان كله كوفي، هيبدأ بقى يميز بينهم. خلي بالك في اخطاء عنده لغاية دلوقتي هو بيحاول ان هو يحلها، او ممكن انا احلها له مانيوال. اقول له خلي بالك بص، خلي بالك هو انه كوفي، عارف ان انا دلوقتي ما بشربش قهوة. تمام، اه كده صح، كلامك مظبوط. يس، طيب كده تمام، كوفي صح، 10/10. فهمت الفكرة؟ هو بقى يشوف كده في قهوة ولا مفيش قهوة، انه كوفي. كده انا عملت الذكاء الصناعي. خلي بالكوا الموضوع ده زمان جدا جدا، يعني في 2005 على ما اتذكر كانت في مجله من مجلات نشر البحث ان في باحثين يعملوا برنامج او موقع يقدر يفلتر الصور اللا اخلاقيه فيقدر انه يعرفها. فساعتها بنتناقش ازاي حاجه زي كده. ففي واحد قال ان هم اكيد اللي مصورين الصور دي او عندهم مكتبه بالصور دي. لا، هو الموضوع مش كده، الموضوع ان هو ذكاء صناعي زي اللي احنا شفناه دلوقتي. تمام، بيبدا يفرق اهو نو كوفي ماشي، عنده قواعد معينة ودراسة لحاجات كتير جدا وخوارزميات، وبيقسم صور لبكسلات وكل مجموعة بكسلات مع بعض. تمام، فعرف ان في كوف هيت كده. احنا شرسنا الذكاء الصناعي.